صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في حلقاتنا السابقة بنتطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال مداخلاتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس ما قبل ما أذكركم برقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج والقواسمة. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. مستمعينا ذكركم برقم التواصل 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. مثل ما عودناكم مستمعينا، بداية بنبتدي بخبرنا طبعا المحلي أو العالمي، واليوم يقول خبرنا: كم كوب من القهوة يمكن أن تشرب بأمان في اليوم لتفادي الجانب السلبي للكافيين؟ طبعا كنا نعرف اعتمادنا على القهوة، وفي ناس تحب تشربها بكميات حتى كبيرة، وطبعا أنواع القهوة اختلفت بشكل كبير، حتى مصدر القهوة أو مصادرها أو نوعيتها اختلفت بشكل كبير. فخلنا نتعرف أكثر على هذه الدراسة. يرقب معظمنا بشرب القهوة لمحتواها العالي من الكافيين، ولكن ما المقدار اللي يمكنك شربه بأمان كل يوم؟ وفقا لمراجعة هيئة سلامة الغذاء الأوروبية EFSA لسلامة الكافيين، يعرف الاستهلاك المعتدل للقهوة عادة على أنه من 3 إلى 5 فناجين يوميا، وفي حين أن هذا قد يبدو كأن كمية سخية للشرب في كل يوم، يعني كمية كبيرة، إلا أن يجب ملاحظة أن هذا بشكل عام يعتبر آمنا إذا تم تناول القهوة كجزء من نظام غذائي صحي متوازن. ويمكن اعتبار 3 إلى 5 فناجين من القهوة يوميا كمية آمنة من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، ولكن الطريقة اللي تشربها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مدى استجابة جسمك لهذا المشروب المنشط. ويعد التوقيت أيضا أمر أساسي عندما يتعلق الأمر بشرب القهوة، لأن الكافيين يمكن أن يقلل من امتصاص العناصر الغذائية الرئيسية مثل فيتامين سي. لهذا السبب يوصي دائما بالاستمتاع بقهوتك خارج أوقات الوجبات وإبقائها خارج نظامك أثناء تناول المكملات الغذائية. يعني يفضل الواحد ما يشربها مع وجبته الأساسية، أساس امتصاص الفيتامينات في أنواع معينة مثل فيتامين سي يقل مع شرب القهوة، فيفضل أن يشربها الواحد ما مع وجبات الرئيسية، يعني بعد وجبات الرئيسية بساعتين تقريبا أو 3 ساعات، أو خلال الفترات اللي ما تكون فيها الوجبات الرئيسية يقدر الواحد يستمتع بقهوته. طبعا إضافة أشياء إضافية للقهوة طبعا تغير حتى يعني مثل ما نقول تزيد لها كميات أكثر، مثل السكريات، في ناس تضيف لها سكر، في ناس تضيف لها مثل محاليل السكرية أو نكهات قوية تكون فيها محاليل سكرية، فهذه يزيد كذلك السعرات فيها. كذلك إضافة الحليب وأنواع الحليب أو الكريمة كذلك للقهوة، هذا الشيء يختلف. فنحط في بالنا أن حتى لو أن كان مسموح 3 أكواب أو 3 فناجين من القهوة، لكن الكلام اللي كان في الدراسة أن القهوة السادة اللي بتكون بدون إضافات، لأن نحط في بالنا إذا بنحط نضيف عليها حليب، إذا نضيف عليها، في ناس نضيف عليها كريمة، في ناس نضيف عليها محاليل سكرية تعطي نكهات معينة، فهذه تختلف طبعا وتكون سعرات الحرارية زيادة، وحتى يعني نوعية التقذية الأنواع الأساس يعني المكونات الغذائية فيها تختلف، يعني إذا نضاف لها حليب تكون فيها نسبة بروتينات، نضاف لها المحاليل السكرية يكون فيها نسبة السكر زيادة، نضافت لها الكريمة كذلك نسبة الدهون والبروتين تكون عالية كذلك فيها. هذا بالنسبة لخبرنا لليوم، وهو بخصوص تناول كم كوب من القهوة يمكن الواحد يشربها في اليوم. ننتقل لفقرتنا الثانية وهي فقرة
السوشيال ميديا مثل ما عودناكم في برامجنا وفي حلقاتنا، نستعرض مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. ويانا الأستاذة أسماء الجناحي، رئيسة قسم الإعلام الصحي بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتور، عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا. نحن الأوسمة اللي لها تفاعل أو المواضيع اللي لها تفاعل حاليا هو موجة الغبار اللي قاعدة تصير في مثل ما نقول في المنطقة أصلا بشكل عام. صحيح. ولذلك نحن حطينا مجموعة، يعني مجموعة من النصائح خاصة لمرضى الربو، لأنهم الأكثر عرضة لأنهم يتعبون خلال يعني الموجات اللي مثل هاي، مثل موجة الغبار. فكنا حاطين مجموعة من النصائح لمرضى الربو خلال موجة الغبار، وهي ثلاث أشياء رئيسية. أول شيء أن يكون بخاخ الربو معاهم دائما في أي مكان يروحونه، تحسبون لأي طارئ. الشيء الثاني والمهم أنهم يلتزمون بالدواء حتى مع عدم وجود أعراض التهيج، وإنه يلتزمون يأخذونه. بعض الأشخاص يقول لا نحب لما بتينا الأزمة أو هذا نحب من هذا، لكن فعل يعني الغبار يعتبر من مهيجات الربو أو يعني خاصة بهذه الكمية، يعني ما بغبار خفيف، بالعكس يعني الواحد يوم يطلع يحس بالغبار، يعني لدرجة الناس كانوا يتوقعون أنه هو ضباب، لكن هذا يعني كان غبار. صحيح. لذلك إحنا نخصص المرضى ربو وننصحهم أنهم يلتزمون بأدويتهم، يخلون بخاخ ربو معهم وين ما ساروا. وأيضا إذا كان يعني إذا عدم استجابة نوبة الربو للبخاخ، ننصحهم أن يتوجهون لأقرب مركز صحي لهم، لأن يعني لتفادي أي مضاعفات ممكن تصير. صحيح. هاي كانت نصيحتنا لمرضى الربو اليوم. وأيضا نحن يعني إذا بالإمكان أنهم يتجنبون أنهم يظهرون في أو يخرجون من المنزل في هذا الجو بيكون أفضل، لكن إذا هم مضطرين نحن حطيناهم هاي النصائح الثلاثة المهمة أن لازم نحطونها في الاعتبار خلال يعني خلال يومهم أو خلال هالفترة لما تخف هاي الموجة. ونتمنى لهم الصحة والسعادة. وشكرا لكم دكتورة، هاي كانت مداخلتنا اليوم، ونتمنى لكم أيضا الصحة والسعادة. شكرا أسماء الجناحي. مستمعينا كانت هذه فقرتنا للسوشيال ميديا، وطبعا النقاط اللي ذكرتها أختنا أسماء خلال فقرتها جدا مهمة، خاصة خلال هذه الفترات يوم يكون فيه غبار. وعارفين كنا الغبار من المهيجات لمرض خاصة الربو أو التحسس اللي الناس عندهم تحسس في الصدر، فبيحسون بكحة بضيقة في النفس. يمكن من البداية الشخص ما يحس، بس بعد استمرار تعرضه للغبار مع الوقت بيبتدي يحس وتطلع عليه الأعراض. فالانتباع والتركيز على أن الأشخاص يأخذون أدويتهم بانتظام، خاصة مرضى الربو بانتظام، يعني ما يطوف اليوم عليه أي جرعة، بالعكس يخلي البخاخ وياه دائما. في بخاخات معينة لمرضى الربو يقدر يأخذها عند اللزوم، فيخلي البخاخ وياه طول الوقت خلال هذه الفترة، يمكن يحتاجه في أي وقت. طبعا أول ما تطلع على الأشخاص الأعراض ويبتدي ياخذ دواء، خاصة مريض الربو، التحسن في هذه الأعراض تكون ملحوظة، يعني الحمد لله بسرعة يكون التحسن، بدال ما يتحمل ويقول لا بتبتدي تخف ما باخذ الدواء، بالعكس هذا الشيء يخلي الأعراض هذه كلها تزيد. وحتى بعدين يوم يبتدي ياخذ الدواء نتيجة تكون أقل، ما مثل إذا خذاه من بداية شعوره به هذه الأعراض. النقطة الثانية من ناحية أول ما يحس أن الأعراض زادت عليه، وحتى مع استخدام الأدوية اللي متعود ياخذها، يلجأ أي لأقرب مركز صحي أو للطوارئ كذلك، أساس يكون يعني يكون في تقييم لحالته، ويعني مثل فحص طبي لحالته، وكذلك إعطاء الدواء المناسب في هذه الحالة، يمكن في أدوية تنزاد له خلال هذه الفترة كذلك. طبعا هذه نصايحنا بخصوص هذه الفترة، وخاصة لمرضى الربو. الأهالي اللي عندهم أطفالهم كذلك يشتكون من
الربو أو عندهم أعراض للربو أو تهيجات في الصدر، ننصحهم بنفس النصيحة أن يقللون خروجهم حتى أو تعرضهم لهذه الأقبرة خلال هذه الفترة، وكذلك أن أدويتهم يعني يعطونها يأخذونها بالاستمرار، وينتبهون إذا الطفل، لأن الطفل ما بيقول أن عندي ضيق في النفس أو أن بيقول أن عندي كحة، الطفل بتلاحظ عليه أنه يبتدي يكح بطريقة كثيرة يعني وراء بعض، نشاطه يكون مثلا النشاط المعهود عليه، فهذه مثل علامات تدلنا أن الطفل يحتاج إلى المتابعة أو كذلك يحتاج يمكن لأدوية خلال هذه الفترة. ونتمنى للجميع الصحة والسلامة. مستمعينا طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا رجعنا لكم في برنامج صحة وسعادة، أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. ننتقل الحين لفقرتنا الثانية، واليوم فقرتنا بتتكلم اللي هي فقرتنا التغذوية، وبنتكلم عن موضوع جدا مهم ويهم طبعا جميع فئات المجتمع اللي هو التسمم الغذائي وخاصة خلال الصيف. طبعا مع دخول فترة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تظهر تحذيرات مكثفة من جانب خبراء التغذية تجاه مشكلة صحية خطيرة وهي التسمم الغذائي اللي تزيد احتمالاته مع التخزين السيء سواء للأطعمة أو المشروبات، وعدم وعي البعض بضرورة التأكد من سلامة الغذاء قبل تناوله. وحول هذا الموضوع اليوم إن شاء الله بتحدثنا ضيفتنا الأستاذة مي بن ثاني، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، أكثر عن هذا الموضوع. صبحت الله بالخير أستاذة مي. أستاذة مي أهلا وياك. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. أهلا وسهلا فيك. طبعا موضوعنا اليوم جدا مهم وهو التسمم الغذائي، وخاصة نحن داخلين على فصل الصيف وتزيد هذه الحالات أكثر في فصل الصيف طبعا ذكرنا أساس التخزين سواء السيء للأطعمة أو المشروبات. فحابين بداية نتعرف أكثر ليش ارتبط التسمم الغذائي بفصل الصيف على وجه التحديد؟ إن شاء الله. مثل ما ذكرتي أستاذة في مقدمة الموضوع أن خلال فصل الصيف تزيد عنا درجة يعني ترتفع عنا درجات الحرارة، وأيضا تزيد عنا نسبة الرطوبة، وهذا ينتج عنه بيئة خصبة لتكاثر العديد من أنواع البكتيريا والطفيليات والفيروسات، وهذا التكاثر ممكن يحدث في أي مرحلة من مراحل تحضير أو تخزين الطعام، فيتوجب علينا تحضير وحفظ الأغذية بطريقة صحيحة لتجنب هذا التلف. طبعا هناك أطعمة معينة وكذلك مشروبات تكون سريعة التلف، يعني ما نقدر نقول كل الأطعمة والمشروبات بتتلف بسرعة في حرارة الصيف، فحابين نتعرف عليها أكثر عشان الواحد ياخذ حذره أكثر من هالناحية. في هناك أطعمة يجب الانتباه عليها قبل شرائها، لأن إحنا ما متأكدين من طريقة تخزين هاي الأغذية. نعم. ومنها الأسماك واللحوم، الدواجن، الحليب ومشتقاته، وبعض أنواع الفواكه والخضروات. فقبل أن نشتري هذه المنتجات يجب علينا التأكد منها، وفي هناك علامات واضحة تدلنا أن هذا المنتج ممكن يكون فاسد، منها تغير رائحة المنتج، وايضا ممكن نشوف يعني تغير لون المنتج اللي ممكن يشتري. صحيح، وهي نقاط جدا مهمه، يعني سبحان الله حفظناه والمكان ما كان مهيئ، بس اول ما نشوف ان هاي الدلائل يعني نفس ما ذكرتي استاذ مي، الريحه تغيرت، اللون تغير تماما، فهذا يدل ان هذا الغذاء فاسد وهذا بيأثر على صحتنا اذا استخدمناه على اي ناحيه من النواحي اصلا. صح. أستاذ مي، بخصوص ونفس ما ذكرتي كذلك الأنواع الأغذية الحساسة مثل أسماك، اللحوم، الدواجن، الحليب، هذه الأشياء أو حتى في أنواع من الفواكه فتتأثر أكثر من غيرها من الأشياء مثل الحبوب من الحرارة.
وطبعا هذه إذا استخدمناها وهي فاسدة بدل على بتؤدي إلى التسمم الغذائي. فحابين نتعرف أكثر عن التسمم الغذائي وأعراضه. حين أعراض التسمم الغذائي هي أعراض واضحة مثل الإسهال، القيء، الغثيان، الحمى، وممكن تبدأ هاي الأعراض خلال ساعة من تناول الطعام الفاسد، ممكن أيضا تظهر على الشخص بعد يومين من استهلاك هالمنتج الفاسد. نعم. طبعا في فئة من الناس هم أكثر عرضة للتسمم الغذائي، منهم كبار السن، الحوامل، الأطفال، الرضع، والأشخاص اللي يعانون من أمراض مزمنة. وعشان نتجنب هاي المشكلة، في هناك خطوات جدا بسيطة وسهلة وممكن تساعدنا أن احنا نقلل من التسمم أو نقلل من تلف هاي الأغذية. نعم. أو تقلل من التسمم الغذائي، يعني تقلل العرضة من التسمم الغذائي. أول وأهم نقطة اللي هي غسل اليدين. يجب علينا غسل اليدين قبل وبعد تحضير الطعام. ليش؟ لأن نقلل من انتقال البكتيريا اللي ممكن تكون موجودة على الأيدين الأطعمة اللي بنطبخها. صحيح. ثاني نقطة اللي هي فصل اللحوم النية عن بقية الأطعمة. ودائما ينصحون بطريقة اللي هي ألواح، يعني نستخدم ألواح تقطيع مختلفة. ممكن لوح التقطيع اللي نستخدم للحوم النية يكون مختلف عن اللوح التقطيع اللي نستخدمه للخضروات والفواكه. وأيضا نستخدم، يعني ما نرد نستخدم اللوح اللي قطعنا عليه اللحم الني بعد ما نطبخها. صحيح. بعد ما نطبخ اللحوم. ثالث نقطة، نتجنب ترك الطعام المطهي لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة، لأن ممكن درجة حرارة الغرفة تساعد في تكاثر البكتيريا في هذا الطعام المطبوخ. صحيح. إذا يعني حابين أن نستخدم الطعام مرة، يعني مرة ثانية، ممكن أن نبرد الطعام ونحفظه على طول في الثلاجة. وهي نقطة جدا مهمة ذكرتيها أستاذة مي، أن نبرده وبعدين نحفظه في بعدين نخزنه. يعني في مرات كثيرة ما لاحظ أنه يتخزن وهو حار على طول، يعني حتى مغطاي ومسكر، يعني حتى يوم تردين تفتحينه من الثلاجة بعد دافي، يعني حتى ما يكون بارد. صح، لأن اختلاف درجات الحرارة فممكن يساعد البكتيريا أن تنمو في هاي درجات الحرارة. صحيح. فعشان نتجنبها يفضل أن نبرد الأطعمة ونخزنها في الثلاجة. صحيح. ورابع وأهم النقطة، أن نطهي الطعام في درجة لا تقل عن 70 درجة مئوية، لأن هاي الدرجة هي كافية أنها تقتل البكتيريا اللي ممكن تكون موجودة في الأطعمة. نعم. وهذه نصايح جدا مهمة وبسيطة في نفس الوقت، يعني يقدر الواحد يسويها ويطبقها يعني ويتبعها ويتعود عليها. وثاني شيء، تقي من شيء كبير مثل التسمم الغذائي، يعني أثر على الشخص والعائلة كلها اللي وياه في البيت كذلك. يعني أشياء بسيطة مثل نغسل إيدنا، نراعي لوح التقطيع، أن ما نستخدم نفس اللوح سواء للحوم سواء للخضروات. يعني أشياء بسيطة بس إلها دور، مثل ما نقول الوقاية خير من العلاج. أستاذة مي، وبخصوص إذا الأشخاص ابتدوا يحسون بهذا النوع مثل الغثيان، اللوعة، الترجيع، الحرارة، الإسهال خلال هذه الفترة، يلجأ يعني شو يكون دوره من خلال هالفترة أساس؟ يعني إحنا إذا اتبعنا يعني مشكلة التسمم الغذائي هي مشكلة بسيطة إذا إحنا تلاحقنا عليها، بس في حال لا سمح الله زادت أعراض التسمم مثل الإسهال والقيء، يفضل على الشخص أن يتوجه لأقرب عيادة أو مستشفى لتجنب الجفاف، والجفاف صحيح. اللي ممكن يسبب مشاكل صحية ثانية. صحيح. ويأخذ كذلك العلاج المناسب خلال هذه الفترة. أستاذة مي، عندنا مداخلة. صبحكم الله بالخير.
بخصوص نفس ما ذكرتي استاذة مي، بخصوص العلاج، الواحد اول ما يحس بهذه الاعراض ابتدت فيه يتوجه لاقرب مركز صحي، طبعا اساس ياخذ العلاج المناسب، وعساس نفس ما قلتي كذلك انه ما يتعرض للاثار الجانبيه مثل الجفاف، او ان يعني هذه الاشياء كلها تاثر كذلك على صحه الشخص. فالشخص اول ما يحس بهذه الاعراض يلجا لاقرب مركز صحي له، اساس على الاقل اذا تحتاج تنعمل له تحاليل معينة أو كذلك استخدام أدوية معينة خلال هذه الفترة، لأن علاج التسمم كذلك يكون الحمد لله يعني متوفر وبصير. المداخلة، صباحكم الله بالخير أخوي عبد الله. عليكم السلام، حياك الله ويانا. الله يطول عمرك، حالك؟ الله يسلمك، حياك الله ويانا. طال عمرك. أنا عن التسمم من جوزر مسؤولة. أي التسمم الغذائي. التسمم الغذائي أنا طال عمرك محافظ على حسب الخبر اللي يعني موجودة عندي طال عمرك. نعم. يوم أنا أصلي الفجر الصبح أخذ لي مي حار وليمون. هي. أشرب لي مي حار وأسير الصلاة تصلي. عقب هي تريك طال عمرك أشياء خفيفة مثل تعرفين بلاليط وشباب وقميرة. والصبح طال عمرك أخذ نص معلقة زنجبيل كركم. نعم. وأخذ العصر زنجبيل. لكني أنا في الليل ما أتعشى وأرقد. هذا أخطر شيء للتسمم. انه حد اللي بيخلط، انا اخذه قبل المغرب العشاء طال عمرك. ما شاء الله. راحي انا طال عمرك ان الواحد اذا تعشى ورقد وخلط الاكل، خلط طال عمرك اللي خاصه الاكلات الخارجيه، انا اقترح انه يتعشى قبل. وانا الحمد لله دائما حافظ، ما اخذت ادويه ولا شيء. مو الحمد لله. الحمد لله، الله يعطيك الصحه. الأدوية الشعبية، زنجبيل والكركم والماي الحار والليمون، أخذ هالأشياء. وما شاء الله عليك أخوي عبد الله، عارف الأكل اللي تأخذه، يعني عارف حتى الأكل اللي تأخذه وشوف معينته، يعني تنسق من ناحية الأكل، يعني ما تخلط أشياء كثيرة، بالعكس مرتب وجباتك بطريقة سليمة. أنا حتى السمن يوم أغمس شوية، ما أغمس وايد، اللهم الطعم بس سمن السموان هذا البلدي طال عمرك. نغمس شوي نحوي الرقاق وياها، ما بوايد الدهن. اي الدهن زين. وطال عمرك الله بسمه يعني اسوي رياضه. ممتاز. دور كبير الرياضه. انا عندي خيول الحمد لله، اسير مع الخيل 5 كيلو 3 كيلو متر وارجع والحمد لله امور طيبه. الله يعطيك العافيه. هاي نصيحه لهم الجماعه، لو ياخذون يعني لو ان يتعشون قبل ما يتعشون ويرقدون، ما بزين هذا الرقاد صراحه. صح. إنه واحد ما بزين إنه يوم يتعشى ويرقد على طول، الواحد يوازن كذلك ويكون عارف. مشكور أخوي عبد الله، حياك الله. حياك الله ويانا، حياك الله أستاذ مي. طبعا الجميل ان الشخص يكون عارف فوائد الاكل اللي ياخذه، كذلك يتثقف اكثر من ناحية الاكل وحتى مواقيت الاكل وكيف يرتبها. صح. بالنسبة كلمة أخيرة توجهينها لمستمعين أستاذة مي بخصوص التسمم الغذائي وخاصة في فترة الصيف. في نصيحة أخيرة ممكن يعني دائما نلاحظها في خلال فترة الصيف، أن الأشخاص اللي يأكلون من المطاعم، نعم، يفضل أو يعني ننصحهم أن دائما يسيرون المطاعم اللي يتأكدون من نظافتها أو صحتها عشان يقللون من المشاكل اللي ممكن تصير في هاي الفترة. صحيح. وأتمنى إن شاء الله دائما يكونوا بصحة وسعادة. نتمنى لكم الصحة والسعادة. أستاذة مي بن ثاني، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا، يمكن هذه من المشاكل اللي يتعرض لها الأشخاص وأشخاص كثار خلال فترة الصيف أو حتى طول السنة، يعني مو بس أكثر شيء فترة الصيف أساس الجو يكون حار عنا، هو التسمم الغذائي. بس مثل ما ذكرنا، نركز على طريقة حفظ الأطعمة، نلاحظ الأطعمة حتى لو حفظناها وكنا متأكدين من طريقة حفظها، بس نتأكد من ناحية الريحة، في ريحة غير مستحبة طلعت من هاي الأطعمة، من ناحية لونها في تغيير في هذا اللون، هذا الشيء يعطينا وقاية قبل حتى ما نستخدم هذه الأطعمة، أساس نتخلص منها قبل ما نستخدمها. النقطة الثانية، إذا أشخاص تعرضوا، يمكن ما يكون التسمم الغذائي بس تعرضوا لأعراض مثل القثيان، الترجيع، الشعور بالحرارة، ألم في البطن، الإسهال، هذه الأعراض كلها
شكلها يتوجه الشخص لأقرب مركز صحي عنده أساس يتم الفحص عليه وتقييمه، وكذلك بدايته بالأدوية والأشياء اللي يحتاجها أساس ما تتفاقم حالته ويتعرض لجفاف فيما بعد. ونتمنى لكم كل الصحة والعافية. مستمعينا خليكم ويانا، طالعين فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. في فقرتنا الأخيرة لليوم بنتحدث عن موضوع كذلك جدا مهم ويمكن يشغل بال كثير من أولياء الأمور، سأل الأباء والأمهات، وهو دور الأسرة في دعم الطالب وحمايته من توتر الاختبارات المدرسية. طبعا بمناسبة يوم الأسرة نركز في فقرتنا هذه اليوم على أحد أهم الموضوعات اللي تشغل بال الأسرة، وهي كيف يساعد أولياء الأمور أبنائهم في تفادي حالات التوتر اللي قد تصاحب الطلبة خلال فترة الاختبار والامتحانات بشكل عام. وهذا اليوم اللي بنتحدث عنه مع ضيفتنا الدكتورة مايا الحلو، أخصائي نفسي في مستشفى الجليل التخصصي للأطفال. صبحت الله بالخير دكتورة مايا. طبعا التوتر ما بس يختص بالكبار أو الأشخاص البالغين، التوتر حتى عند الأطفال، بس الأطفال يمكن ما يشرحونه أو ما يعرفون يعبرون عنه بالطريقة الصحيحة أو الطريقة اللي نحن ككبار نعرف نعبر عنه. يمكن الطالب يطلع التوتر عنده بطريقة أنه يعني يبكي، يعني ما يطيع يسير المدرسة، يعني يطلع أعذار كل يوم عذر أساس ما يحضر الدرس أو ما يحضر الاختبار. في ناس يزيد عندهم التوتر إلى حالة من آلام في البطن أو في الرأس، أو أن حتى يبتدي يرجع الطفل أو يكون مب بطبيعته وخاصة وما بقادر يركز. فبتلاحظ الأم حتى يوم بتبتدي تراجع له يمكن ذاكر الأشياء كلها وهي متأكدة من أن فهم هذا الشيء اللي ذاكره، بس ترجع تستذكر وياه أو تراجع وياه قبل الامتحان بتلاحظ أن الطفل ابتدى ما يركز وياها من هذه الناحية. الناحية الثانية كذلك بتلاحظ عليه أنه يخربط في الأجوبة أو يتم فترة مثل ما نقول مبهت ما بعرف يسترجع هاي الأشياء، ويمكن يقولها أنا ناسي هذه الأشياء. فالطفل دائما ما بيعطينا ويقولنا أنه عنده توتر أو عنده قلق أو عنده خوف من هذا الشيء، بالعكس الطفل يمكن يوضح لنا أعراض يمكن يعني يحتاج أن نحن نركز عليها أكثر أساس نعرف أصلا شو عنده خلال هذه الفترة. طبعا أشياء كثيرة تلعب دور في هذا الشيء، خاصة إذا الطفل كان لاحظ أن ولي أمر سواء أمه أو أبوه مهتمين وايد ومركزين من ناحية أن نجاحه في الامتحان لازم ياخذ درجات كاملة. يعني هذا التوتر حتى اللي يكون في الأهل يمكن ينتقل حتى للطفل من هذه الناحية. من ناحية التوتر يعني ناس ما أذكر لكم كل مرة يمكن نحن الكبار نقدر نوصل الأشياء اللي نحن حاسين فيها، على عكس الصغار. الصغار في حالات معينة يمكن ما يقدر يقول له، خاصة إذا كانوا أقل عن 10 سنين ما يقدر يقول لك بالضبط أن أنا عندي توتر أو أنا مرتبك أو أنا خايف. يمكن يصير وتطلع هاي الأعراض بشكل مختلف تماما عن الأعراض أصلا اللي يعني اللي تكون في نفس حالة الكبار، يعني بيطلعها بطريقة ثانية. يعني نحن الكبار يمكن نحس ان احنا متوترين، خايفين من الامتحان، خايفين من اني انا ساير المقابلة. الصغار على العكس، الصغار بيطلعها بطريقة ثانية، ما يكون مركز، ما يطيع ياكل، يبتدي يصيح بطريقة يعني قريبة، يبتدي يتهرب من الشيء، ما يطيع يذاكره، بدخل الحمام، بروح أكل لي شيء أنا يعان، بسوي أشياء ثانية، بيرتيب أشياء ثانية.
بيبتدي تطلع عنده أعراض، أنا عندي آلام في البطن، أنا عندي آلام في الرأس، أنا عندي، يعني كل طفل تطلع عليه أعراض مختلفة عن الأطفال الثاني، وهذه بيلاحظون الأهل أن هذه الأعراض تطلع في فترة الدراسة أو الامتحانات. في فترة الإجازة الطفل يكون تماما مختلف، يعني في فترة عدم تعرضه أنه بيكون يلا ذاكر عليك امتحان، بيلاحظون أنه خلال هذه الفترة الطفل بالعكس، الطفل يكون عادي، الطفل يكون طبيعي، يلعب عادي مع أخوانه، ما تي هاي الأعراض من الآلام سواء البطن سواء الرأس، يعني بيلاحظون هذا الشيء، بيلاحظون أنه بالعكس هو في نشاطه اليومي، ما يتهرب، بالعكس يكون عادي وياهم. فهذه الأشياء أو الأعراض تخلي ولي الأمر ينتبه أكثر أن هذا الشيء مرتبط بدراسة الطفل أو مرتبط بمدرسة الطفل أو مرتبط أن الطفل عنده خوف معين. الجميل كذلك أن نكون قراب من أطفالنا حتى لو كانوا في سن صغير، يكون قراب منهم، نفهمهم أن نفهمهم أن هذا الشيء التوتر أو الخوف شيء طبيعي، بس نبتدي نعلمهم كيف يتحكمون في هذا الخوف أو التوتر، أو ما نخليهم يوصلون لهاي الدرجة من الخوف والتوتر، نلاحظ شو الأسباب، سواء الأسباب كانت من البيئة المحيطة من الطفل نفسه، أن في أطفال يمكن تخاف من العقاب إذا هو غلط في هذه الامتحانات أو ما ركز مع المدرسة، في أطفال تكون لا تكون من صغرها وهو يهتم أن يسوي كل شيء بطريقة ممتازة، فهذا الشيء تزيد يزيد عند التوتر من هذه الناحية. في أطفال معينين يربطون هذا الشيء أن الأهل يكونون شادين من ناحية الدرجات، بالعكس جميل أن الشخص يكون مجتهد ويكون تكون درجاته عالية خلال فترات الدراسة، بس نركز بشيء معين أن نعلم أطفالنا كيف يدرسون بطريقة وفي نفس الوقت التوتر ما يأثر عليهم، بحيث أن يوم يصير الامتحان هم ذاكر ومذاكر الفترات طويلة، بس يصير الامتحان هم متوتر ما بيقدر يحل بالطريقة صحيحة. فهذا الشيء، فكل ما كانوا الأهل قراب من أطفالهم الطفل ذكي جدا، يعني إذا لمح أو انتبه أن الأهل انتبهوا أن هاي الأعراض اللي هو ياس تطلع عليه بسبب توتره، يعني بيكون أكثر شفافية ويا أهله من هذه الناحية. على عكس إذا انتبه أن أهله لا اعتبروه صح، يعني أي حد الطفل جاي إنه يشتكي من ألم في بطنه أو ألم في رأسه ويتكرر، الأم طبعا بتقلق من هذه الناحية، طبعا ما نقول بالعكس تستشير الطبيب فيها، بس فيها الناحية إذا لاحظنا أن ارتباطه بالامتحانات بعد كذلك ننبه الطفل أن هذه فترة بس وبتعدي، أن نذاكر، ما نخلي فترة المذاكرة تتكدس في آخر يوم امتحان، نجزئ فترات المذاكرة، يعني عندنا السنة بطولها كل يوم جزء معين يذاكره الطفل ويتم مراجعته. بنلاحظ يمكن في العائلة الوحدة في أطفال معينين يمكن يصيبهم التوتر، في أطفال وايد يمكن أكثر من طفل أو من أخ يمكن ما يصيب التوتر، هذه تختلف من شخصية لشخصية كذلك. فهذا الشيء نخليه خاصة لهذا الطفل اللي يتوتر في آخر يوم، نخليه أنه بشكل يومي يذاكر جزئية معينة وتتم مراجعته، عشان ليلة الامتحان أو قبل الامتحان بيوم هو خلاص يعني مذاكر هذه الكمية ومراجعها، فما بيحتاج وقت كبير أن يسترجعها. وحتى اليوم الثاني في الامتحان قلنا حس بتوتر وارتباك، ما بيأثر على ذاكرته نفس إذا كان توتر وارتباك هم ذاكر قبله بيوم. فهذه الأشياء وايد تساعد، خاصة تساعد الأخالي وتساعد الأطفال. طبعا توتر الطفل درجاته نازلة ما بقادر يركز، ما فقط يتأثر الطفل تتأثر عائلتي، يعني خاصة الأشخاص، يعني مثل ما نقول الأم والأبو اللي هم يتابعون حالته الدراسية. فهذه الأشياء يمكن تكون بسيطة بس لها أثر كبير كذلك. مع أن كنا نقول الخوف من امتحان هذا شيء طبيعي، ويفضل أن الطفل يفهم أن الخوف من امتحان، كنا ما في حد منا ما يخاف من دخول امتحان، ما في حد منا ما يخاف من دخول مقابلة، هذا شيء طبيعي، وهذا يعني مثل ما نقول تفاعل في الجسم طبيعي، لأن هذا شيء جديد أنا بقدم عليه. بس من ناحية إذا أثر على تفكيري وإذا أثر علي وإذا أثر على حياتي،
ففي هذه الحالة يكون هذا الخوف نعتبره كشيء مرضي، أني لازم بالعكس أطالع طريقة معينة تخفف من هذا الخوف، لأن هذا الخوف بالعكس بيتعبني في المستقبل، هذا الخوف بيأثر على حتى دراستي في المستقبل. يفضل كذلك أن من بداية الفترة، من أول ما يعرف الأهل أو ينتبهون أن الطفل عنده هذا التوتر، من البداية يتم علاجه أساس ما يتفاقم ويكبر الطفل وعنده هذا التوتر. الطفل ما بيينه وبيقول أنا عندي التوتر، بالعكس يفضل أن نحن نحن كأولياء أمور ننتبه لهذه الأشياء اللي تطلع لنا، بنلاحظ تكرارها خاصة في فترات الامتحان، نفس ما قلت لكم تكرارها في الفترات اللي تكون فيها الدراسة أو المراجعات، مو فقط في الامتحان بنلاحظ هذا الشيء، بنلاحظه حتى يوم الطفل يكون عنده مثل إلقاء أو امتحان شفوي مثل ما نقول. هاي الأشياء كلها هذه الأشياء كلها تأثر على الطفل كذلك، وتأثر كذلك على مثل ما نقول دراسته، وكذلك على إنتاجيته خلال هذه السنة. فالتركيز على هذا الشيء من البداية بالعكس يخلي الطفل أكثر ثقة بنفسه، وهو من صغره النقطة الثانية يعرف يبتدي يحلل الأشياء اللي هو يحس فيها ويربطها بالأشياء اللي حواليه. ثاني شيء نقل الصورة كذلك لأهله أني أنا أحس بهذا الشيء، وهذا الشيء طبيعي يكون. النقطة الثالثة كذلك مع الوقت يبتدي الطفل مستوى دراسي بالعكس يتحسن، خاصة أنه عنده ثقة بنفسه، ابتدى يفهم هذا التوتر، ابتدى يفهم كيف كيف يوصل هذا التوتر لأهله أني أنا أحس بهذا الشيء. هاي الأشياء كلها مع التحكم فيها، مع مراعاتها، بالعكس تفيد الطفل من البداية، ومثل ما نقول الوقاية خير من العلاج. من البداية من ننتبه لهاي الأعراض تطلع على طفلنا نتوجه سواء بنصايح، إذا ما قدر الشخص لاحظ أنه حاول يساعد طفله، حاول يخفف عليه، بس لاحظ أنه بالعكس هاي الأعراض تزيد عند الطفل أكثر وأكثر، فيفضل أن نراجع أي طبيب الأسرة أو طبيب الأطفال أساس نتأكد أكثر وناخذ النصيحة من الأشخاص اللي يكونون مؤهلين، وكذلك الأشخاص اللي أصحاب الاختصاص في هذه النقطة. نحن عارفين الحين الفترة الجاية هي فترة امتحانات، وهذه الفترة تزيد فيها سواء توتر الأهل وسواء توتر الأطفال، العائلة كلها تكون متوترة خلال هذه الفترة أساس فترة خلال هذه الفترات. ويانا الدكتورة مايا الحلو أخصائي نفسي مستشفى الجليل التخصص للأطفال، وبضيف لنا إضافات أكثر على هذا الموضوع. دكتورة مايا حياك الله. مرحبا. حياك الله دكتورة مايا. طبعا موضوعنا اليوم جدا مهم، وخاصة ذكرنا التوتر وخاصة في فترة الاختبارات المدرسية. قبل ما ندخل في الموضوع دكتورة، حابين نتعرف أكثر عن أهمية الترابط الأسري وأثره الإيجابي في نفوس الأبناء. مضبوط. هو الترابط بين أفراد العائلة هو مفهوم كتير ضروري وصحي ومهم جدا. وجوده عنده فوائد كتيرة، وعدم وجوده أكيد بيسبب بنتائج سلبية. بس خلينا نحن هلأ نشوف شو هن من الفوائد والإشياء الإيجابية اللي تقدر تنبع من الترابط القوي. صحيح. الدراسات بتشير إنه كل ما تكون العلاقة بين الأهل وولادهم متينة، قريبة، فيها مصداقية، فيها شفافية، فيها قرب، هيدا كله بيخلي الطفل يبني على المدى البعيد علاقات متشابهة. بيصير مع زملائه بالمدرسة أو مع زملائه بالشغل قادر يرجع يخلق هالعلاقات الحلوة المتينة، لأنه هيدا بيكون مثل مرآة أو مثل مرجع لإله، مثل ما كان مع أهله بيصير عنده كمان مع زملائه بالمستقبل. صحيح. كمان بيساعد لتعزيز التطور اللغوي، لأنه نحن وقتا بنقول في ترابط، في حوار بين الأهل وولادهم، عم بيحكوا معهم، عم بيسألون سؤالات، عم بيستمعوا لإلهم، هيدا كله بيساعد على المخزون اللغوي يصير متطور أكثر.
وكمان أكيد الثقة بالنفس بتكون معززة أكثر. نبعد عن المشاكل السلوكية، لأنه إذا الطفل قريب من أهله كل ما يكون عنده مشكلة رح يكون عنده هالمرجع أنه يطلب من أهله النصائح أو يعبر عن مشاكله أو يطلب من أهله يساعدوه بالمشاكل اللي عنده إياها. فبهيدا بيصير عنده قدرة يتغلب على المشاعر السلبية أو الحالات اللي فيها قلق أو المشاكل المعقولة يعني يواجهها. وأهم شيء يعني هيدا تركتها للآخر لأنه بدنا نتكلم فيها هلأ بطريقة شوي يعني مفصلة أكثر، هو أنه كل ما يكونوا الأهل عندهم ترابط قوي مع أطفالهم كل ما في دعم أكاديمي أكبر ومهم أكثر عند الأطفال. صحيح. استاذ مايا، طبعا عندنا في فترة الامتحانات تزيد فترة أو حالات القلق والتوتر، فحابين نعرف دور الأسرة عساس يتفادون هذه الحالات. مظبوط، هو كلنا بنعرف أنه بفترة نهاية السنة الأكاديمية وفي فترة المذاكرة وأكيد فترة الحصات والامتحانات بيكون في جو قلق يعني عام عند الأهل والأطفال. طبيعي يكون في خوف، بس نحن كيف فينا نتغلب على الخوف أو كيف فينا نخلق أجواء فيها أقل قلق وأقل خوف؟ أول شيء اللي كتير مهم لازم نعمله هو نحن كأهل نرجع نطلع بالتوقعات تبعولنا. يعني كل ما توقعاتنا كانوا واقعية، كل ما نحن قدرنا نحترم حدود مهارات الطفل أو قدراته أو قديش الطفل بيقدر يعطي، نحن منكون عم نعمل توقعات واقعية ما نخلي الأشياء تطلع خارج السيطرة. كل ما الطفل حس أنه نحن عم نطلب منه أكثر ما هو بيقدر يعطي بيصير في جو قلق. فكتير مهم الأهل يكون عندهم توقعات يكونوا واقعية أكثر، وبتختلف من طفل لطفل وأكيد من عيلة على عيلة. الشغلة المهمة هي قلق الأهل، يعني دايما الأهل بيكون عنده وهيدا الشيء بيمتصه الطفل، يعني مثل مرآة مثل ما قلنا كل شيء بيعملوه الأهل الطفل رح يمتصه ورح يقول إذا أهلي خايفين يعني أنا رح خاف. فقدر المستطاع بدنا نتحكم شوي بمشاعرنا وما نخلي يكون في قلق، لأنه هيدا الشيء رح يرجع ينرد عكسيا على الطفل. أكيد أكيد ما بنعمل مقارنة، يعني وقت نقارن بين أطفال بين إخوة هيدا الشيء بيسبب مثل ضغوطات زيادة على الطفل. منجرب ما نعمل مقارنة، منجرب ما نعمل نوقع بشيء اسمه تهديد، يعني نحن منجرب نحفز الأطفال إذا عملتوا هيك نعطيكم، إذا جبتوا علامة منيحة، إذا ما جبتوا علامة منيحة ما بنقدر نعمل هيك. بقى كثير من يعني شغلة بتنفهم مثل تهديد، بتصير في ضغوطات زيادة، بتصير الطفل بده يشتغل أو بده يجيب علامة كرمال يرضي أهله، مش كرماله هو. صحيح. كثير مهم ايه نفكر للطفل انه اذا انت عم تشتغل منيح كرمال انت تحقق احلامك او انت توصل للهدف اللي بدك اياه او انت تقدر تفوت على الجامعه، مش كرمال ارضي بي وامي او ما يصير في خيبه امل. صحيح. كثير مهم على هيدا الموضوع نشتغل فيه نشتغل عليه. واكيد الشغل ال كثير مهم هو انه يكون في توازن بين الدرس مراجعه وشيء ترفيهي. يعني نحن بنعرف انه بنوصل لمحل اذا كثير عم ندرس المخ ما بقى بيعطي والخوف. صحيح. ما يقدر يركز. مظبوط، والخوف بيشل اداء الطفل، يعني مهاراته ما بيقدر بقى يستعملها اذا كان حافظ شيء بينسيه قد ما بيكون متوتر. صحيح. فمش دائما يكون في هالتوازن ويكون في هيدي الفتحه انه نقدر نطلب المساعده، انه يكونوا اهلنا موجودين، مش موجودين كدور شرطه بس موجودين أكثر إذا بدنا شيء، إذا عايزين شيء، إذا في شيء ما فهمنا ما نكون خايفين أنه نطلب المساعدة من أهلنا. صحيح، وهذا نفس ما ذكرتي يعني التقارب بين الطفل وأهله يعني جدا مهم، وهذا دور كبير كذلك من ناحية سواء الأهل أن التقارب بينهم بين الطفل أساس الطفل يكون قريب لهم ويشكي لهم حتى أو يخبرهم بالضبط شو الأشياء اللي هو حاس فيها. مضبوط، وفي شيء كثير مهم انه تنقدر نعمل هيك هم مرات بنفتكر الترابط بيخلق وبينوجد، الترابط بنشتغل عليه يوميا. صحيح. الترابط ما رح يقوى وما رح نحافظ عليه الا اذا كل يوم كان في مجهود، وهيدا الشيء اللي مرات نحن كاهل بنوقع شوي بهيدا الفخ، بنفتكر انه هيدا الشيء موجود لانه نحن بنحب اولادنا، نحب أولادنا مش كافي، يعني لازم نشتغل على أن يكون في وقت جودة، وقت تسامح، وقت نقدر نحن كمان نعبر لأطفالنا عن
تجاربنا كرمال يشوفوا انه اتس اوكي نحن نجي نعبر لاهلنا او نفتح قلبنا لاهلنا، يعني بيكون في اخذ وعطاء من الميسان. صحيح، وهذا شيء جدا مهم مثل ما قلت، يعني يمكن الاهل يحسون انه بالعكس، يعني الترابط هذا روحي يعني يطلع، بس نفس ما قلتي نركز عليه ونركز ونتاكد ان هذا الترابط موجود. الطفل يخبر الاهل، يكلمهم، يكون منفتح، عنده شفافيه مع الاهل بحيث انه يتكلم، يعبر عن الشيء اللي يحس فيه ويطلب المساعدة، لأن طلب المساعدة بالعكس يعني شيء جدا مهم، خاصة من ناس عندهم خبرة أكثر من خبرة الشخص نفسه. مزبوط، ودائما لازم الأهل يكونوا دائما يعني يكونوا عم بيفكروا إنه هيدي الامتحانات أولادهم مش امتحاناتهم لإلهم. صحيح، يعني قدرات تختلف على قدرات أطفالهم، يحترموا المهارات اللي عنده إياها الطفل أو القدرات تبعه. صحيح، وهذا جدا مهم، يعني أن الشخص يعني أن هذا الامتحان للطفل نفسه، نحاول نخلي الطفل يعتمد على نفسه ويحس بالشعور أن هذا شيء إنجازه هو، فمع الوقت الطفل بياخذ هذه المسؤولية كاملة، وبالعكس يمكن يعني مثل الشعور بالقلق والخوف يبتدي يخف، لأن الطفل ما بيراعي أنه خايف من العقاب أو خايف من المقارنة، بالعكس بيحس أنه هو قاعد يسوي شيء لنفسه. مظبوط، وهيدي الثقة بالنفس اللي تكلمنا عنها يلي الترابط رح يعززها أكثر وأكثر. يعني صحيح، وهذا جدا مهم. استاذة دكتورة مايا، داهمنا الوقت صراحة، يعني عندنا دقيقة حابينك تكلمينا عن الخوف. الخوف طبعا هذا شعور طبيعي، يعني سواء من الامتحان أو مواجهة أي شيء جديد، فكيف الشخص أو الأهل ينتبهون أن هذا الخوف اللي في طفلهم غير طبيعي، أو أن يحتاج يعني ينتبهون أن هذا الخوف ما الخوف الطبيعي اللي نحس به قبل الامتحان؟ بس نشوف انه الخوف، رح نحكي بمختصر، يعني بس نشوف انه الخوف بلش يؤدي على ادائه اليومي، يعني عم بيعمل له مثل شلل، يعني ما انه قادر يكمل مهامه اليومي، يعني ما عم بيقدر حتى ينبسط بالاشياء اللي عم بيعملها، عم بيخاف يجرب اشياء جديده لانه في خوف، هيدا بيكون صار مثل حاجز ليكمل يومياته. ساعتها اكيد فينا نروح نشوف اخصائي، نكون عم نشتغل على الثقه بالنفس، نشتغل على مثل نسلح الطفل بأداة كيف يتغلب على الخوف، يتغلب على القلق. فيها تكون طرق نحن نسميها مثل meditation أو mindfulness، يعني كيف يعمل relaxation. ممتاز، يكون عنده حوار مع أهله، يعني هيدي أشياء إذا ما قدروا الأهل يشتغلوا عليها كثير مهم أنه يتجهوا عند أخصائي نفسي يساعدهم بهذا الموضوع. دكتورة مايا الحلوة، أخصائي نفسي مستشفى الجليل التخصصي للأطفال، شكرا لك. شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الأخيرة لحلقة اليوم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، وفي التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج والقواسمة محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر، ودمتم بصحة وسعادة.